الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات زوجية على قناتكم الصحة والجمال. حلقة جديدة وموضوع جديد، وزي ما احنا متعودين مشكلاتنا وحلقاتنا ومواضيعنا كلها خاصة بالزوج والزوجة وتنمية الأسرة المصرية وتنمية الأسرة بشكل عام في مجتمعنا. النهاردة ضيف الحلقة الأستاذ أو الدكتور دكتور هشام يوسف، باحث في العلوم الإنسانية ومدرب التنمية البشرية والإدارية. منورني يا دكتور. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مشاهدينا عن التفكير وحل المشكلات الزوجية والعلاقة ما بين الاثنين، وإن شاء الله ده اللي هنبتدي نناقشه مع بعض يا دكتور. ولو عايزين في البداية نعرف التفكير وحل المشكلات والعلاقة ما بين التفكير وحل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول مثال يوضح العنوان اللي احنا بنتكلم فيه. لو بالفرض ان زوجة عندها نسبة شك ان زوجها على علاقة بامرأة تانية او بامرأة اخرى يعني، ورجع من الخروج بتاعه متأخر، عقلها لما يفكر هيقول هو كان فين؟ كان مع المرأة الأخرى اللي هو في اتجاه آخر يعني. طيب لو الموبايل بتاعه رن وهو عمله صامت قدامها، عقلها هيروح فين؟ لأي حاجة تانية، ان هي بتتصل بيه وهو ساكت. طيب قال لها أنا نسيت حاجة وهنزل أجيبها واجي على طول، وغاب ساعة وجه، يبقى كان فين؟ وعندي عندها ده. يبقى هي هنا حطت العنوان بتاع نسبة الشك أو نسبة الظن، والعقل الباطن دعم لها الأفكار وجاب لها المبررات والحيثيات اللي ممكن تكون بعيدة كل البعد عن أرض الإيه؟ الواقع. عن أرض الواقع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيه؟ اسم. صحيح. هو في علاقة مباشرة بين التفكير وأسلوب التعامل في الجو الأسري بين الزوج والزوجة، بتوفر وقاية لتجنب المشكلات. وفي تفكير بعد حدوث المشكلة، يعني في أسلوب تفكير في التعامل قبل حدوث المشاكل وده يوفر للوقاية، وفي أسلوب تفكير في التعامل بعد حدوث المشكلة بالفعل. التفكير ربنا سبحانه وتعالى من على الإنسان به أنه شيء راضي. صحيح. كتير من الناس بتسيب نفسها لهذا التفكير بحيث ان هو يبقى شيء لا ارادي وهو اللي يتحكم في الانسان وفي انفعالاته. انما الاصل التفكير شيء ارادي، فانا المفروض اكون انا قائد لتفكيري، انا احدد الاتجاه اللي انا افكر فيه، احدد العنوان اللي انا هفكر فيه، وده اساس في ادارة الذات او قيادة الذات. واول ادارة الذات وقيادة الذات هو الايه؟ التفكير. مثال احنا قلناه في الموضوع ده عن الشيخ الشعراوي الله يرحمه، بيقول للناس المدخنين وبيشربوا سجاير، قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تقود نفسك وفي هذه الحاله تنجو، او نفسك تقودك، نسال الله العفو والعافيه. امين. وفي هذه الحاله الانسان ونفسه بيضيعوا، هم ايه؟ هم الاثنين. فالمدخل بتاعنا النهارده في الموضوع ده ان التفكير شيء راضي ايا كانت المعطيات المتغيره ايجابيه او سلبيه، لكن انا كان يعني نقدر نتحكم فيه، او احنا اللي نوجهه واحنا اللي نخصصه ونشغله احنا. ده الاساس. طبعا. وده اللي بناكد عليه ان انا اكون قائد لذاتي من خلال احدد طريقه التفكير اللي انا افكر فيها مع المعطيات المتغيره سواء كانت سلبيه او ايجابيه بما فيها المشكلات الزوجيه. صحيح. دكتور، يمكن بقى انواع التفكير في مواجهه المشكلات الزوجيه. يعني احنا كده اتكلمنا عن التفكير وعلاقته بالمشكله. تمام. ان احنا دلوقتي عايزين نعرف انواع التفكير اللي احنا نقدر نشغلها بقى. ايوه. انواع التفكير، هو فيه طريقتين في التفكير في التعامل مع المشكلات، يا اما تفكير ايجابي يا اما تفكير سلبي. صحيح. تفكير سلبي هيبقى انفعالي. انفعالي يعني ايه؟ هو عمل كذا كذا، طب انا اخد حق منه، انا اخد حق منه على حساب العلاقه الزوجيه والكيان الاسري واستمرار هذا الكيان، ولا نفكر احنا الاثنين مع بعض بمنظور خارجي عن المشكله للحفاظ على هذا الكيان الاسري، وده التفكير الايجابي. 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 صحيح. فعندك نوعين من التفكير مع المشكله، يا اما افكر بطريقه ايجابيه للحفاظ على الكيان الاسري، يا اما افكر بطريقه سلبيه للانتصار لنفسي على حساب الكيان الاسري بغض النظر عن معطيات وحيثيات الايه؟ المشكله وابعادها.
بس دكتور في نقطه مهمه، ولو هنتكلم بشكل صريح ومشاهدينا يعني حته الكرامه عند الزوجه. ايوه هقول لحضرتك، يمكن المثال اللي حضرتك طرحته بشكل ان ممكن الزوج بحسن نيه بيكنسل الموبايل علشان خاطر مثلا نازل او عشان خاطر في حاجه. أيوة. هي دماغها بتبتدي تشتغل، اصل انا لا ازاي يعمل معايا كده ليه، ما عملتلوش حاجه. أيوة. الموضوع بيجي في حته الكرامه، فهل حته الكرامه عند الزوجه او عند الزوج والزوجه بالشكل ده ممكن ياثر على يعني على الشكل الاسري او يبوظ الموضوع؟ يعني ازاي نتغاضى، ازاي نوسط الموضوع؟ جميل، سؤال جميل جدا. بص لحضرتك الورقه دي اللي انا رفعتها قدامك كده، لونها ايه؟ ابيض. طب هي كلها بيضه؟ هي كلها بيضه؟ لا يعني كلها بيضة من الجنبين؟ لا لا، في كلام وهنا أمن. لا يعني انت تقدر تقطع يقينا ان هي بيضه من الجنبين ولا جنب كتابه وجنب ابيض؟ امتى تقطع بان لما اشوف الجنبين؟ لما ايوه صحيح. الله يبارك، الله يبارك فيك. يبقى علشان انا اقطع وابدا انفعل لكرامتي من عدمه، يبقى انا لازم اشوف ايه؟ الجنب الاخر. لازم اشوف الجنبين. صحيح. يبقى ادراك واعي لكل ابعاد المشكله. انما ما يبقاش نسبه ظن وابني عليها افكار وتوابع وسلوكيات تأثر على الكيان الأسري. صحيح. لازم أعمل إيه؟ أشوف الجنبين. أشوف الجنبين. وتغاضي عن بعض الأمور يا دكتور برضو بينفع، يعني لو أنا مثلا حتى لو في مصدر شك إحنا ممكن نكسره. أيوة. يعني حتى بالثقة والعشرة والعمر ده متهيألي. أيوة. اللي مش عارف هي حديث ولا ولا من المأثورات، تفاءلوا بالخير تجدوه. صحيح. وحسب ما هو في الدراسة وفي قانون الجذب بيقول لك حسب ما انت بتفكر ايجابي او سلبي، الترددات الكونيه بتجذب ليك الترددات من نفس النوع. ده بالفعل. يعني انا لو عندي نسبه الشك هيبقى كل تفكيري في ان التصرفات دي مبررات لسلوكيات غير مرفوضه، بدعم بها افكاري اللي هي قائمه على الظن. يعني حتى سوء الظن بيورث سوء ظن او بيجذب سوء ظن او مشاكل من نفس الترددات. لا اله الا الله. فحتى ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا الى حسن الظن حتى في الله سبحانه. صحيح. وتعالى. صحيح. لانه يقابل من نفس الايه؟ من نفس النوع. وهل جزاء الاحسان الا الا الاحسان؟ الا الاحسان. وجهه نظر حضرتك سليمه. وفعلا يمكن في بعض يعني المقالات اللي كنت قراتها او المعاني اللي يعني اللي بيزرع حياه معينه هو اللي برضه بيحصد نفس الحياه، يعني حتى لو زوجه او زوجه زرعوا مثلا حب واخلاص وامل وتفاؤل هيحصدوا ده. أيوة. ولكن لو حصل اي مثلا نكد، تعاسه، تلكيك، ايا كان ايه ظروف الحياه اللي ممكن تمشي بشكل سوداوي. أيوة. برضه هتحصد فشل في العلاقه الزوجيه. تمام. الله يبارك في حضرتك. المرجعيه الشرعيه بقى، يعني محتاجين نتكلم عن المرجعيه الشرعيه. أيوة. ودورها في حل المشكلات الزوجيه. اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران حكما من اهله وحكما من اهلها. حكما من اهله وحكما من اهلها لها بعد. الاثنين وهم في قلب المشكله كل سلوكياتهم انفعاليه. انما لما يجي حكم من اهله وحكم من اهلها من اهله بيبصوا للمشكله بمنظور خارجي. ما يبقوش بيتصرفوا بايه؟ بانفعالات. ربنا بيكملها سبحانه وتعالى بيقول ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. الحكم ده والحكم ده. صحيح. لو نيتهم اصلاح الامور هتتصلح. ايه علاقه النيه بالموضوع ده؟ ده له بعد علمي موجود احنا من اليه من اليات العقل الايه؟ الباطن. النبي عليه الصلاه والسلام هنتكلم عن اليات العقل الباطن. هنتكلم عليه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث لكل امرئ ما نوى. يعني اللي انت بتنويه هو اللي هتحصده. صحيح. فمن كانت هجرته الله ورسوله هجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى تجاره يربحها او لدنيا يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه. فربنا سبحانه وتعالى ربط بين نيه الطرفين اللي جايين اصلاحهم وبين رد الايه؟ ورد الفعل. وبرضه تاكيد لقانون الجذب، ان لو انت عندك شيء هادف ليه وعندك رغبه فيه وحبه جدا ومنفعل ليه بينجذب ليك من نفس الايه؟ من نفس النوع. يعني مثلا انا لو اقبلت على حياه معينه او شاريها او عاوز مثلا اوصل لهدف معين ده بيوصل لي. ده بيوصل لك. ده قانون الجذب. ده قانون الجذب. ودي دراسات عاملاها عالمه امريكيه اسمها لين ماكتاجريت في العلاقه بين النيه وبين الصحه الفكريه والنفسيه والبدنيه. بندي مثال فيها في الموضوع ده. لو في اتنين كبار في السن، واحد عنده 60 سن معاش الاتنين، واحد عنده 60 سنه بيشتغل في قطاع حكومي وواحد عنده 60 سنه بيشتغل في القطاع الخاص. اللي بيشتغل في القطاع الحكومي طلع معاش مثلا، واللي في القطاع الخاص ما زال بيقوم الصبح يصلي وينزل على شغله ويتوكل على الله ويطلع يشتغل بايده ودراعه ويجتهد ويجيب اكل من السوق وهو جاي ويروح البيت وهكذا.
دخل في السبعين وهو بسم الله ما شاء الله الدموية الله. تمام والصحة فل الفل ما شاء الله. تعال بقى اللي بتاع القطاع الحكومي اللي طلع معاش بقى يصحى من نوم الصبح مش عاوز يصحى لا مفيش حاجة يعملها، فبدأ يفكر في الملف بتاعه عشان رايح يموت، يجهز ورقه بقى عشان رايح يقابل ربنا، يفكر البطن يشتغل والحياة تفكير سلبي. فبص تلاقي منحنى التفكير سلبي تنازلي، وراء الصحة النفسية تنازلي، وراء الصحة الجسمانية تنازلي، يجي السكر السكر يقول له اتفضل، الضغط اهلا وسهلا، النقرس يبص تلاقي الصحة النفسية تنهار، وراها الجسمانية ايه تنهار مقارنة بالتاني اللي شغال في القطاع الخاص. ده كله له علاقة بالتفكير والنية ايجابا وسلبا. ده لو هنسقطه بقى على المرجعية الشرعية دورها ده احنا بنقول بالمرجعية الشرعية قلناها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، وبنقولها بالمرجعية العلمية ده فعلا شيء واقع يعني موجود. لو ملخص ريا من وجهة نظر حضرتك ان مثلا انا لو اقبلت بحب ان انا عايز احل المشكلة اللي ما بيني وما بين زوجتي ما دام انا مقبل على الحب ده فاذا المشكلة هتتحل. المشكلة ما تهدناش، لكن احتاج في المنشار مثلا زي ما بيقولوا المشكلة ما تهدناش، احنا نهدها، احنا نتحداها وننتصر عليها. احنا في فيديو معانا لو في فرصه ان احنا نشوفه اكيد مخرج انها يحضر لنا. هو مقطع بتاع لاعب الكره اللي هو بتاع برشلونه تقريبا ميسي ليونيل ميسي لاعب الكره. تبص تلاقي كم المشاكل اللي بيتعرض فيها على مستوى اللحظه. انا عامل فيها مقال اداره الهدف في مدرسه ميسي. إدارة الهدف في مدرسة ليه إدارة الهدف؟ هبص تلاقيه بيعمل تخطيط تنظيم تنسيق توجيه رقابة متابعة هو على مستوى اللحظة. لو نتفرج على التقرير مع بعض هو ده يا دكتور. بص تلاقي هنا كم من اللعيبة بتوع الفريق الخصم هو بيتعرض ليه وبيعمل تخطيط تنظيم تنسيق رقابة متابعة على مستوى اللحظة مش كده وبس. صحيح. وعنده الإصرار والعزيمة ورد فعل سريع. عنده الإصرار والعزيمة ويكمل لغاية ما يدخل الكرة في الجون. احنا بنحطه ده مثال على مستوى اللحظة. احنا ممكن بنتعرض لمشكلة وده لو هنسقطه دكتور على الحياة الزوجية. هنسقطه على الحياة الزوجية بأي شكل من وجهة نظر حضرتك. المرونة الإيجابية في التعامل مع المتغيرات لتحقيق الهدف وهو العبور بالكيان الأسري لبر السلامة. يعني كناية وجهة نظر حضرتك في الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي ده كناية عن المصاعب اللي احنا بنمر بيها وازاي نعدي منها ونتفاداها. انا اكسب لتحقيق الهدف. انا ابص لها بنظر التحدي، انا هدها مش هي تهدني. صحيح. ويبقى عندي مرونة، يعني ما يبقاش في صورة معانا اللي هي فيها جدار وفي ثلاث أسهم كل سهم اخد شكل مختلف. يا ريتنا لو نعرضها الصوره دي، في جدار وفي اسهم. مخرجنا بيحضرها لنا. دي مهمه. هتقابلنا في حياتنا كتير من المشكلات. طب يمكن يا دكتور لو على ما الصوره تجهز لو عايزين نتكلم ما هي اليات العقل الباطن ودورها في التفكير. يمكن احنا اتكلمنا عن سوء الظن او حسن الظن وان احنا اتكلمنا برضه عن المرجعيه الشرعيه ولو احنا عندنا نيه، كل ده في العقل يعني كل دي امور بيديرها العقل، النيه والقلب والعقل. الاليات العقل الباطن بقى ايوه ما بيدور في العقل الباطن عايزين نوضحه ودوره في التفكير. هي حاجات الصوره جهزت يا دكتور لو برضه حضرتك هنعلق على الصوره ونكمل بعد اذن حضرتك. يا ريت. بص للصوره هنا في عائق موجود، بس الانسان اللي هو بيقبل التحدي بيشوف اي طريقه ان هو يتخطى هذا العائق، يا اما يعدي من تحت منه يا اما من فوق منه يا اما يفتح في الجدار ويعدي من خلاله. المهم ان هو يكسب التحدي ويوصل للهدف. المشكلات الزوجيه لو احنا تعاملنا معاها على ان هي تحدي انا هد ومش هو يهدني، انا في الاخر اللي انا هنتصر. ويكون عندي مرونه زي ما احنا شايفين في الاسهم. لو ما ينفعش من فوق ينفع من تحت، لو ما ينفعش من تحت يبقى انا افتح. يعني دي من وجهه نظر حضرتك الصوره بتوضح دي حلول يا دكتور. حلول بدائل متاحه. يعني ما كانش مثلا من فوق من تحت اللي هو لازم اوصل لحل. بدائل متاحه. وبعدين دي طريقه تفكير فيها مرونه. في واحد تاني يجي يقف قدام الجدار. نتغلب على الواقع بالتفكير. في واحد تاني يجي يقف قدام الجدار ويقول لك ما فيش حل. دي اللي بيقولوا حيطه سد يعني. هو شايفها كده بدماغه. انما لو هو عنده مرونه وعنده ايجابيه في التفكير هيدور على البدائل والحلول المتاحه علشان يوصل للهدف بتاعه. صحيح. لو هو شايفها بفكره جدار مسدود مش هيشوف البدائل. صحيح. انما لو هو شايفها بفكره ان ممكن يوصل لبدائل وحلول هتشوف البدائل والايه والحلول، يبقى غير في طريقه التفكير. يعني اجابه حضرتك كانت وفيه يعني. الله يبارك فيك. دكتور اليات بقى العقل الباطن ودورها في دي المفروض تكون ثقافه عامه عند كل الناس بتتم
آليات بتتم بطريقة لا شعورية. يعني إنسان ما بيتحكمش فيها بإرادته، بس بتحصل بتحصل. إحنا لا، التفكير فيه جزئين، جزء بالعقل الواعي ده إرادي أنا بتحكم فيه، وجزء بالعقل الواعي ده لا إرادي. من ضمن هذه الآليات إن العقل الباطن بيديك ملفات تراكمية من نفس النوع. صحيح. زي ما احنا قلنا في الاول، الزوجة بتشك في ان زوجها على علاقة بواحدة تانية. الرجل اتأخر ساعة، قالت لك يبقى معاها. لما دخل البيت والموبايل رن وعمله صامت، قال مش عايزة تفتح الموبايل، مش عايز يفتح الموبايل عشان ما اسمعهوش هو بيكلمها. قال لها طب هستأذن ساعة واجيلك. ده هينزل يقابلها. هو اكيد قرى الرسالة هي بعتتها، فانا هنزل قابلها. العقل الباطن بيدي لها منفات من نفس النوع تدعم القرار او العنوان اللي حطه العقل الواعي. الجزء بتاع العنوان ده في سلطة العقل الواعي، وده تحكم شيء إرادي. دكتور لمقاطعتك، يعني البداية سوء ظن، بعد كده ابتدي العقل الباطن يرميني يهدف لي يدعم سوء الظن ده. يعني انا في البداية ابتدي اشك او سوء الظن في الزوج، وبعدين العقل الباطن يبتدي، يعني اول مرحلة سوء الظن. احنا محتاجين نتكلم عن سوء الظن يا دكتور لو سريعا. يدعم ربنا سبحانه وتعالى بيقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. زي ما قلنا في المثال اللي معانا، الظن ده جنب واحد ولا جنبين؟ جنبين طبعا. لا الظن جنب واحد. الظن انا لازم اشوف الجنب، لازم اشوف بعقل واعي، اكمل الادراك بتاعي يكون ادراك واقعي موضوعي، ابقى شايف ايه الجنبين، ما ابقاش شايف انا من زاويتي بس، اتحسس الحقائق والواقعيه والموضوع. ده بيبقى بناء على دكتور سؤال، يعني اسال واستفسر. اقعد مع الطرف الاخر، هو الاساس، هو الاصل. اقعد مع الطرف الاخر واتكلم معاه بصراحه وبوضوح. وبعدين ليه ما نكونش واضحين؟ يعني عاوزين العلاقه تستمر نكمل، عاوزين العلاقه تنتهي ما نكملش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في القران وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. في تفرق برضا، يعني احنا اتفقنا على ان احنا مختلفين. صحيح. خلاص يبقى نفضل ايه الموضوع، هو دينا كده. صحيح. عاوزين نكمل المسيرة يبقى في مودة ورحمة، شايفين ان احنا خلاص مش قادرين نستمر. يبقى اتفقنا على الاختلاف، يبقى نفترق بما يرضي الله، وان يتفرق يغني الله. يبدأ يتطلب صراحة ووضوح، بس احنا بندعو لايه؟ للتفكير الايجابي، لان احنا نعبر بهذا الكيان الاسري الى بر النجاة من خلال التحكم الاراضي في طريقة التفكير بتاعتنا. يا دكتور لو نرجع لآليات العقل الباطن بقى ودورها، عايزين اول حاجة دعم الملفات سواء كانت ايجابية او سلبية. الملفات للعقل الباطن او التفكير يعني. انا بديله العنوان بالعقل الواعي وهو بيدعمه. سوء ظن هيديك كل الحيثيات. سوء ظن. حسن ظن هيديك كله، وهيجذب لك ترددات ايجابيه لو انا بفكر بايجابيه. لو سلبي هيخلي لك كل الاحداث والمتغيرات زي ما احنا قلنا في الموضوع بتاعنا. هيغيب بره ساعه يبقى معاها، التليفون رن يبقى تليفونها، نزل تاني يبقى انزل لها، وهكذا. واخد بالك؟ تمام. الاليه الثانيه من اليات العقل الباطن ان هو بيجمع لك كل الملفات المحيطه بالموضوع محور تركيز العقل الواعي. بمعنى بيجمع لك كل الملفات اللي محور بالموضوع محور تركيز. بمعنى ايه؟ على سبيل المثال، واحد اخذ قرار انه يشتري عربيه، هنفترض ان هي 132 فيات. تمام. من تاريخ ما اخذ القرار لتاريخ ما اشترى اخذ شهر ونص يفكر. وهو بيفكر كل ما يمشي في الشارع يتلاقي جاي له اشاره ان العربيه ال 132 هي اللي انت عاوزها. هو ماشي بص قدامه، بس بص تلاقي جاي له اشاره ذهنيه، بص يمين كده هتلاقي العربيه اللي انت عاوزها، يبص يمين تلاقي عربيه تانية مش هي اللي هو عاوز، يقول لي لا ارجع وراها عربيتين هتلاقيها واقفه. طب انا باصص قدام، الاشاره دي جايه لي ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان العين لها مدى كده المجال متكمل. مجال. انا تركيزي بالعقل الواعي مثلا على الكاميرا. العقل الباطن ما بسيبش الباقي ده كله، كل الباقي ده بيجمعه ويحطه في الارشيف عشان لما تعوزه يقدمه لك. اذا حصل اي رد فعل في اي اتجاه انا شايفه بقى. لو واحد دخل علينا الوقت واخد الموبايل وخرج بره ووقفنا استنيناه بره، هنقول له في كام كرسي؟ هيقول لك قد كده. هتقول له الارضيه مفروشه ايه؟ هيقول لك مفروشه كذا. هتقول له الاضاءه في كام كشاف فوق؟ هيقول لك تقريبا كذا. انما هو جاي باصص ومركز بالعقل، عنده هدف ولكن هو اوريدي على الموبايل، جاي مركز على الموبايل بس. هيطلع بره تلاقي عنده كم من البيانات والمعلومات جمعها له العقل الباطن من غير ما يقصد. صحيح. دي آلية من الآليات موجودة. الكلام ده علاقته ايه اللي بالنسبة للراجل بتاع العربية ده؟ كل ما يمشي يلاقي عربية بعد ما عدى شهر ونص اختفت العربية. ليه؟ قرر يشتري. خلاص اشترى والعقل الباطن أدى المهمة اللي عليه خلاص.
فابتدى خلاص يعني يتلاشى ده او ينساه او ما خلاص يعني انا اديت المهمه اللي عليا خلاص انا خدمتك في العنوان اللي حضرتك في الهدف اللي حضرتك كنت عايزه انا خدمتك فيه وخلصت مهمتي. الكلام ده ايه علاقته بالموضوع بتاعنا اللي هي نسقطه المشكله بتاعه الحياه الاسريه ان انا يكون النيه بتاعتي اصلاح فهيلم لي كل الجوانب. اما كنا بنقول ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما لما يكون النيه بتاعتي اصلاح ابص تلاقي العقل الباطن يديني كل المعطيات اللي تخليني اخد باسباب اصلاح هذا الكيان الاسري. تمام. ما في مش هو في 132 وفي مرسيدس وفي بي ام دبليو في الشارع اشمعنى كل تركيزه على 132؟ لان القرار بالعقل الواعي والنيه شايف ان انا اجيب 132 شايف الاتجاه ده. فانا لو القرار والنيه ان انا اصلح هيجيب لي كل الحيثيات والاسباب اللي تخليني امشي في اتجاه الايه؟ الاصلاح الاسري. يبقى احنا كده دكتور يمكن يعني لو تلخيصا للسؤال ده محتاجين العقل الواعي ينظر بنظره ايجابيه للحياه بحيث انه يقدر يعني يفوق العقل الباطن او يخلي العقل الباطن يطلع ايجابيات يخدمه في الصح. صحيح كده. لان من الحاجه الثالثه من اليات العقل الباطن ان العقل الباطن بمرجعياته وخبراته وتجاربه السابقه هو اللي بيدعم القرار بنسبة 80%. بيدعم القرار بنسبة بيدعم القرار بنسبة 80%. انا لازم اقول افكار موجودة في العقل الباطن مرجعيات شرعية وعلمية وبيئية واجتماعية وخبرات وتجارب سابقة. صحيح. فلازم انا اقود صح علشان اخد نتائج سليمة. لو حبينا دكتور نتعرف على ادوات التعامل مع المشكلات. ايوه. في فرق كبير بين واحد في عنده ادوات للتعامل مع المشكله وواحد يقف قدام المشكله دي حيطه سد ومش عارف اتخطى لان ما عندوش ادوات. انما واحد تاني يكون عنده ادوات هتسهل عليه العمليه. في عندنا شرايح بنبدا فيها اللي هي ادوات التعامل مع المشكلات. تمام. اول شريحه معانا اللي هي خريطه التدفق والتي بتعني خريطة التدفق ده ان انا اول حاجه بحدد المشكله. تحديد المشكله اول خطوات حل المشكله. تمام. ليه؟ ساعات واحد يبقى عنده مشكله وما هوش حاسس ان هو في مشكله يعني بالنسبه له الامور عاديه يبقى عمرها ما تتحل. لانه دكتور تسمح لي نطلع فاصل ونرجع نناقش السؤال ده مع بعض؟ اتفضل حضرتك. مشاهدينا الاعزاء نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل ابقوا معنا. مشاهدينا ولسه بنتكلم عن تفكير وحل المشكلات الزوجيه ومنورني في الاستوديو دكتور هشام يوسف الباحث في العلوم الانسانيه ومدرب التنميه البشريه والاداريه. اهلا بيك يا دكتور. بعد الفاصل طبعا وقبل الفاصل احنا كنا بنتكلم عن ادوات التعامل مع المشكلات. أيوة. وحضرتك لو تشرح لنا سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتابع كلامنا. قلنا في فرق بين واحد عنده ادوات للتعامل مع المشكله وواحد ما عندوش. في واحد بتظهر قدامه البدائل واضحه وواحد ما عندوش بدائل. من ضمن الادوات اللي احنا بنستعملها والادوات دي بتستخدم في حل المشكلات الاداريه. والاسره كيان اداري بيدير الزوج والايه والزوجه. في معانا اربع نماذج. نموذج اللي هو بتاع خريطه التدفق اول حاجه فيها تحديد المشكله. تحديد المشكله بننتقل منها. هل بنسال هل هي مشكله هامه ام غير هامه؟ لو مشكله هامه بننقل للمرحله اللي بعدها بنحلل المشكله الى مشاكل صغيره. لو مشكله غير هامه بنطلع فوق تاني لغايه ما ندور على مشكله هامه. طيب المشكله طلعت هامه بحللها لمشاكل صغيره. بعد ما احللها مشاكل صغيره بسال نفسي هل كل القايمه اللي انا عملتها بتاعت المشاكل الصغيره دي جمع كل المشاكل ولا في حاجات مش عندي؟ لو جمع كل المشاكل بنتقل للمرحله اللي بعدها. لو مش جمع كل المشاكل برجع تاني واعيد على القايمه لغايه ما اعمل قايمه جمع كل المشاكل. وبعد كده بمسك كل مشكله من هذه المشاكل. طيب. وابدا اشوف هل الزوجين متفقين عليها ان هي دي اهم مشكله فيهم. متفقين ببدا اتعامل معاها اول مشكله في طريقه الحل. ده اول نموذج اللي هو نموذج خريطه التدفق كاداه من الادوات للتعامل مع المشكله باسلوب علمي. تمام. تاني نموذج معانا اسمه نموذج عظم السمكه. ده بنستخدمه برضو في حل المشكلات الاداريه ويستخدم في حل المشكلات الاسريه. اول اهميه بتوفر اول ميزه بتوفرها استخدام هذه النماذج ان الزوج والزوجه بيقعدوا مع بعض ويتعاملوا مع المشكله بمنظور خارجي مش انفعالي. يعني نديها بتروح. يعني مجرد ما نتفق ان احنا نتبع هذا الاسلوب العلمي نديها بتروح ونلاقي نفسنا نقعد مع بعض نحل المشكله بمنظور خارجي. ده اول ميزه بتحققها. ان انا بشيل ايه؟ النديه
ونبقى اتفقنا على اسلوب ايه للتعامل مع المشكله. نموذج عظم السمكه، بحلل المشكله اللي عندنا مشكلات فرعيه، بتبدا العظم السمكه الكبيره ده بحط عليه المشكله حسب اهميتها، تمام، وبتنقل حسب الاهميه لغايه اخر فرع، وبعدين ابدا اتعامل مع كل مشكله صغيره لوحدها. دكتور، تفسيرا لكلام حضرتك، يمكن يعني انا المثال اللي انا هقوله مثلا لحضرتك ده اللي هو مثلا لو المشكله الكبيره اللي احنا هنبتدي نجزئها لمشكلات صغيره، مثلا اللي هو في مشكله في البيت، انا دلوقتي حاسس بكآبه مع زوجتي، او هي حاسه معايا بكآبه، فابتدي اسرد الموضوع انا ليه حاسس بالكآبه دي، صح؟ يعني هي دي وجهه نظر حضرتك. ابتدي يعني استخرج من المشكله الكبيره اللي هي الكآبه اللي مشكلات صغيره، بسبب مثلا في شويه عصبيه، مثلا في ضغط في الشغل، ضغط في البيت، ما فيش سيوله نقليه، الدخل بسيط، وهكذا. ده تفسيرا يعني بحللها للمشكلات الصغيره اللي هي ادت للمشكله الايه الكبيره، وبعدين ابدا اتعامل مع كل مشكله حسب الاولويه، حسب درجه الاهميه، المهمه قوي اتعامل معها الاول، الاقل في الاهميه اتعامل معها بعدها، وهكذا. ده تنظيم، يعني تنظيم لاداره المشكله. ده اسلوب علمي للتعامل لحل المشكلات. اول حاجه خريطه التدفق اللي احنا قلناها. تاني حاجه نموذج الزمن، نموذج الزمن نفس المشكله كانت الاول ازاي، ممكن نكون قبل كده ما كانتش موجوده. طب لو هي ما كانتش موجوده وموجوده دلوقتي، ايه العوامل اللي خلتها ما كانتش موجوده في الماضي وبقت موجوده في الوقت الحاضر؟ طب لو هي موجوده في الحاضر، نظرتي ايه المستقبليه عشان اتلافى وجود هذه المشكله؟ نموذج الزمن اللي هو الماضي الحاضر المستقبل، الماضي والحاضر والمستقبل، ده نموذج الزمن. في بعد كده نموذج تحليل العوامل، العوامل بتاع المشكله دي في عوامل خارجيه على الاسره، عوامل خارجيه، وعوامل داخليه. صحيح. من داخل الايه الاسره. لما احلل هذه العوامل هيسهل عليا ان انا الرؤيه تكون اوضح والادراك اوسع، اقدر اتعامل معها بوضوح اكتر، يظهر لي الادوات اللي انا هتعامل بيها معها. تمام. ده النموذج رقم 3. في النموذج رقم 4 وهو نموذج النظام او المدخلات والايه وعمليه التشغيل والمخرجات. المدخلات اللي ساعدت على حدوث هذه المشكله ايه، وعملية التشغيل للمشكلة نفسها ايه، والمخرجات اللي نتجت عن هذه المشكلة، التوابع بتاعتها بقت ايه. بتعامل مع المدخلات لوحدها اللي هي الاسباب اللي بتأدي المشكلة، عملية المشكلة نفسها وهي بتحصل بتعامل معها، شوف اتعامل معها ازاي، المخرجات بتاعتها والتوابع بتعامل معها. لما بحللها بالاسلوب ده بيسهل عليا، المدخلات لها نظام في التعامل، التشغيل لها نظام في التعامل، المخرجات والتوابع بتاعتها لها نظام في التعامل. دول اربع نماذج علميه للتعامل مع المشكلات بمنظور علمي. لما كل ادوات دي موجوده مع واحد غير واحد تاني ما عندوش، يبقى شايف المشكله جدار ويقف قدامه خلاص على كده. وتعلم برضه دكتور، يعني التعلم من ان انا مثلا حصلت لي مشكله تحاول اتعلم منها، ان انا ما اكررش لقول النبي يعني المؤمن كيس فطن، ان احنا لازم نكون فاهمين، وان انا ما اتلدغش من المكان ده انا تاني مره، يعني انا خلاص عرفت ان في هنا بيحصل لي مثلا مشكله بسبب امور معينه، خلاص انا بتلاشى ده، انا اتعلمت من الخطا. التعلم برضو ده من اليات العقل الباطن، ان هو بيستفيد من التجربه، بيستفيد من ويعملها خبره سابقه ويحط عليها قواعد عشان يتلافاها في المراحل المستقبليه. دي بتتم بطريقه لا اراديه. دكتور، لو عايزين بقى نتكلم عن كيفيه الوقايه من المشكلات الزوجيه، الوقايه خير من العلاج، ويعني لو هناخد ده بس، يعني نناقش سؤالنا دوت بس بعد ما نتفرج على الفيديو ده. اتفضل. تعليقنا على الفيديو ده جايبينه علشان الشريحه اللي هي الانسان، نظام رقم 5 كاسلوب وقائي للتعامل مع المشكلات. ليه؟ احنا قلنا في النماذج نموذج العوامل، عوامل داخليه وعوامل خارجيه. في الانسان نظام رقم 5 الشريحه اللي معانا، هتبص تلاقي الحواس الخمسه، وبعدين مدخلات وتشغيل ومخرجات. يعني اسقاط حضرتك لوجهه نظر حضرتك بالنسبه للفيديو اللي احنا شفناه للفنان محمود عبد العزيز، هو كان قاعد لما سمع اخبار سيئه او تعيسه ابتدت تاثر على حالته النفسيه. بص شكله ابتدى تاثر. واول ما سمع الاغنيه شوف شكله اتغير. دي الحواس اللي ممكن من خلالها بيتاثر. بس هي ما بتقفش عند كده، العقل الباطن بيحوشها، وبعد كده يواجه بالزوجه، او الزوجه تحوشها وتواجه بالزوج، يقوموا الاثنين ايه؟ خبطين في بعض، وما يكونش المشكله منهم، يعني هو ما يكونش هم السبب. هي عندها ضغوط وهو عنده ضغوط، فيبتدي الموضوع يخرج من هنا. مشكله كبيره ما بين الاثنين، تفريغ من الزوجه في الضغوط اللي عندها في الزوج، وتفريغ من الزوج في الضغوط اللي عنده من الزوجه. انا الضغوط اللي انا جبتها، انا اللي جبتها لنفسي. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى مدي لي حواس خمسه، سمع وبصر وحس وشم وتذوق، انا اللي عنده الكنترول عليهم. اشوف انا بشوف ايه وبسمع ايه، عشان كل ده له رواسب نفسيه بتاثر على سلوكي ايجابا وسلبا في التعامل مع الذات
والتعامل مع الآخر سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي أيا كان، في بيئة العمل أو في النادي أو في أي مكان. طيب الوقاية من المشكلات. الوقاية من المشكلات احنا قلنا كنت بحضر حاجة طبعا كبيرة يعني قلت لي عايزين نختم بيه. احنا قلنا اسلوب في التعامل في التواصل مع الذات اللي هو التحكم في المدخلات من خلال الحواس الخمسة، والفيديو بتاعنا كان بتاع محمود ده على سبيل المثال. في حاجة تانية عناصر التأثير في الإلقاء اللي هم الثلاثة 7% لغة الجسد المنطوق، 7% منطوق و 38% نبرات الصوت ولغة الجسد 55%. مبقاش انا بتكلم مع الزوجة واقول لها ايه ده يا حلو يا جميل يا قمر واو، بس انا وشي انفعالات الشغل والضغوط والمشاكل على وشي، الكلام اللي بيتقال ده هيبقى مخالف للانفعال بتاعي. انا جاي افهم الشغل وتعبان بس بقول كلام حلو، ده تأثيره 7%. يعني انا بقول يا حلو يا جميل يا قمر بس الاداء ال 38% وال 55 لغه الجسد خلي امك يعدي وعدي النهارده على خير، وال 38% الاداء وال 55% لغه الجسد مخالفين لل 7% المنطوق. فانا راعي في اسلوب التعامل بتاعي ان يكون الاداء متوافق مع المنطوق، متوافق مع لغه الجسد، لان ده تاثيره الكبير على الايه؟ يعني لغه الجسد دكتور اهم، والملامح بقى. الملامح انا بكلم ابني وانا بكلمه بقول له كلام كويس، بس الابن بتبص في وشه مرعوب. مرعوب ليه؟ لان هو قاري ملامح الوش تاثيرها 38% و55 لغه الجسد. محتاجين نتعرف على النسب دي، يعني مشاهدينا برضو يتعرفوا على النسب دي مهمه. الله يبارك فيك. ان لغه الجسد بتساوي 55% وان نبرات الصوت 38% وان الكلام المنطوق 7%. واحد انا اتصلت بيه قلت له واحد اتصل بيه قال لي الو، وانا قلت له الو، فقام قال لي معلش انا اسف صحتك منهم. عارف منين؟ انا ما قلتش اللي قالوه، هو ما قالش اللي قالوه، بيقول لي انا اسف صحتك منهم. النبرات يعني نبره 38% 38% اللي هو ما شافنيش، عشان نقول لغه الجسد هو سمع الاداء اللي هو ال 38%. انا وقال لي قلت له الو، قال لي انا اسف صحتك منه. شوف وصلت الرساله ازاي. صحيح. الموضوع ده مهم جدا، يعني لغه الجسد ونبرات الصوت والكلام المنطوق. معلش من ضمن الوقايه خير من العلاج ان انا احافظ على التفكير الايجابي في الفيديو، في الفيديو رقم 3 لو في فرصه ان احنا نشوفه. يعني المخرج اكيد هيحضره في وقت. في الوقايه خير من العلاج ان انا دايما باستمرار اخلي تفكيري ايجابي رغم المعطيات المتغيره ايا كانت ايجابيه سلبيه. تفكير الإيجابي يخلينا نوصل للحلول والبدائل الإيجابية. أنا أكون متفائل إن أنا هنجح هنتصر هتحدى. هو الفيديو فندم جاهز دلوقتي احنا ممكن بص معنا في الفيديو اللي قدامنا ده. الراجل ده معاه مسمار وعاوز يربطه وما معهوش مفتاح. هنفترض إن هو ما فيش مفتاح. بص التفكير الإيجابي بربط المسمار بالمسمار والصامولة بتاعته. يعني هو ممكن يقول انا ما معيش مفتاح مش عارف اربط المسمار، خلاص الموضوع منتهي. ده عبقريه. انما هو بيفكر بطريقه ايجابيه. بص بيعمل ايه؟ بربط المسمار بالمسمار والصاموله بتاعته. هو تفكير ابداعي، وكتير هتلاقي مننا بيتفكر بطريقه ابداعيه بس ممكن الموضوع مش شاغله، بس ده موجود شيء فطري عند الناس كلها اللي هو استغلال كل ما هو موجود. اتعامل مع المعطيات المتغيره بفكر ايجابي هتظهر لي البدائل والحلول الايجابيه. دكتور لو سريعا عايزين نتكلم عن الابتسامة يعني انواع واشكال بقى الوقايه من المشاكل الزوجيه. الابتسامه يعني النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عليها، عايزين نشوف الشريحه بتاعتها. الابتسامه مهمه جدا الشريحه بتاعتها. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. صحيح. بتشحن طاقه ايجابيه. اللي بيديها بيشحن طاقه ايجابيه، والمتلقي بيشحن ايه؟ بيشحن طاقه ايجابيه. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ايا كانت المشكلات اللي بنتعرض بيها، لو انا متقبلها بصدر رحب ومبتسم وانا بحلها مع الزوجه، او الزوجه مبتسمه وانا بتحلها مع الزوج، ده بتذوب الضغوط اللي احنا موجودين وبنتعرض ليها، واداه من الادوات للوقايه من المشاكل. يعني الوقايه من المشكلات الابتسامه، الشكر. في 7 كلمات بتوع كيفن هوجن هنقولهم بسرعة. يا ريت نحفظهم ونفعلهم عشان نستفيد. الكلام النظري مش بيفيد. صحيح. عشان نستفيد نفعل ونشوف النتائج. أول حاجة بربط السبب بالنتيجة. أنا أحترم عقل الإنسان. أما أجي أتكلم مع الإبن أو الزوجة عايزين نعمل كذا كذا، طب ليه؟ أشرح لها السبب عايزين نعمل كذا كذا، احتراما لإيه؟ لعقليتها. ده بالتالي هيوفر لها
هيوفر لي عندها الانتماء والولاء. شكرا يا دكتور، انا بشكر حضرتك. يمكن وقت حلقتنا خلص والوقت الجميل بيعدي بسرعه. انا بشكر حضرتك دكتور هشام يوسف، الباحث في العلوم الانسانيه ومدرب التنميه البشريه والاداريه. بشكر كل مشاهدينا عفوا، القاكم ان شاء الله السبت القادم في حلقه جديده من برنامجكم همسات زوجيه. دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.